طيب هنكمل في المحاضرة دي كورس الكمبيوتر فيجن. المفروض الكمبيوتر فيجن فيه فيلدز كتيرة زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت. لو مسكنا بس الأوبجكت ريكوجنيشن هنلاقي إن في ألجوريزمز كتيرة ممكن تعمل التارجت ده اللي هو بيعمل ديتكشن أو بيقول لي فين مكان الأوبجكت يعني. فكان الستريت فورورد الجوريزم او اول الجوريزم اتعمل خالص او يعني اسهل الجوريزم او تريفيال الجوريزم للاوبجكت ديتكشن اسمه سلايدنج ويندو. كان بيقترح ثواني ارجع للسلايد الثاني. كان بيقترح ان انا بعد سلايدز نجيب برضو البتاع دي نعدي سلايد او نعدي ويندو على كل بيكسل على كل ريجون في الصوره لغايه لما هاجي في مره مثلا الاقي ان الريجون دي هي انسب ريجون مثلا او دي انسب ريجون. فدي معنى السلايدنج ويندو، ان انا ببقى عندي ويندو وببدا اعديها على الصوره ريجون باي ريجون او بيكسل باي بيكسل، وفي الاخر باجي عند حاجه معينه واقول ان هي دي الريجون اللي فيها الاوبجكت. خلينا بس نتكلم الاول على ايه ان جنرال، عشان ان الاوبجكت ديتكشن الجوريزم في كذا الجوريزم مشهورين في الوقت الحالي. سلايدنج ويندو دي كانت حاجه موجوده في الاول، ولما جه حد يحسن عليها او خد باله من عيوبها بدا يظهر الالجوريزمز دي. فدي الحاجات اللي هي يعتبر ريسنت الجوريزمز الاوبجكت ديتكشن. عندي الار سي ان ان والفاست والفاست ار سي ان ان وال ار اف سي ان والماسك ار سي ان ان، وبعد كده عندي اليولو والاس اس دي، وطبعا في حاجات تانية. هو مقسمهم ل1 ستيج او 2 ستيج، اللي هو انت بتعمل حاجه وبعدين بتعمل حاجه تانية يبقى انت كده 2 ستيج. لو بتبص للصوره ات وانس وبتطلع الاوبجكت يبقى انت اونلي 1 ستيج. يولو دي يو اونلي لوك وانس. فدي دي التقسيمه، لكن هي دي ان جنرال. ده ما يمنعش طبعا ان في لسته تانيه او في الجوريزمز تانيه ممكن نحط بعض منهم في التو ستيج وبعض منهم في الوان ستيج. مش دي الالجوريزمز اللي موجوده بس، يعني في تاني بس دي الموست كومن اللي يوزد او اللي هي متفق عليها من كثير من البيبرز او الابحاث ان هي بتطلع نتائج كويسه وخلاص بقت هي اللي بتستخدم يعني. طيب لو بصينا للماسك ار سي ان ان مثلا هلاقي ان هو بيطلع لي حاجه عامله زي كده، بيطلع لي ال باوندنج بوكس حوالين الاوبجكت من بدايته لنهايته، ويقول لي فوقها مثلا ان ده بيرسم بنسبه 90% و80%. يجي هنا مثلا بقى بيرسم وده بايسك، يعني بيعمل حوالين كل اوبجكت يعني دقيق لدرجه ان هو مش بيطلع لك باوندنج بوكس بس، هنا بيطلع باوندنج بوكس اهو بيطلع كونتور حوالين الحاجه. طبعا احنا كنا خدنا اللي قبل كده ان هو الاوبجكت ديتكشن ان جنرال بيطلع 3 حاجات بس، اللي هو الباوندنج بوكس اسم الكلاس والبروبابيلتي. هنا بقى بيطلع الباوندنج بوكس واسم الكلاس والبروبابيلتي والكونتور، بيطلع الكونتور برضو للاوبجكت اللي هو لقاه. فطبعا ده كان حاجه كويسه جدا او حاجه دقيقه يعني، فتم استخدامه في كثير من الابحاث. بعد كده ظهر اليولو اللي هو يو اونلي لوك وانس الجوريزم، ده يبدأ يقسم الصورة انتو جريدز كده ثابتة، وبعدين بطريقة ما بيطلع في الآخر بيقدر يطلع في الآخر أماكن الأوبجكتس في الصورة. تمام. طبعا اليولو ده ظهر منه فيرجنز كتيرة، فيرجن 3 وفيرجن 7 و8 وكده حتى وقتنا هذا. بس خلينا نتكلم بس على سلايدنج ويندو ونتكلم عنها طريقة شغالة ازاي وايه العيوب اللي فيها او ايه العيوب اللي ممكن تقابلنا اثناء ما احنا شغالين. طبعا اتفقنا ان سلايدنج ويندو يعني خلينا نقول نافذه، وسلايدنج يعني حاجه بتعدي، فكانها نافذه عماله تعدي على كل الايمجز، مش على كل الايمج، على كل البيكسلز اللي موجوده في الصوره. ممكن الاوتبوت بتاعها يبقى عباره عن حاجه زي كده، ويعني ويندو مربعه وويندو هنا مستطيله حوالين الاوبجكت ده وويندو حوالين الاوبجكت ده. فالسؤال هنا انا دلوقتي يعني ايه اللي هعديه على الصوره، الويندو دي ولا دي ولا دي؟ فات وانس بتعدي واحده بس، بتعدي اللي هي مثلا كانها دي 5 في 5، بتعدي 5 في 5 على البيكسل على كل منطقه بتعدي هنا، وبعد كده بتشفت نفسك وبعدين ترجع تعدي على كل البيكسلز، بتدور لغايه لما تلاقي كده. هتلاقي ان الويندو دي مش هتطلع لك الاوبجكت ده، نحاول نجيب ويندو تانية بحجم مختلف أصغر أو أكبر لغاية لما تطلع لي كل الأوبجكتس. فاللي بيحصل إن أنا بيكون عندي صورة زي كده، بعدي على الويندو دي وبعدين بمشيها. تلاحظوا إن هي هنا
بداية البتاع دي كانت هنا ونهايتها هنا، اللي بعدها مشيت كده يعني، عدت اتنين، عدت كأن مثلا 2 بيكسلز، دي مش ولا بيكسل واحدة يعني، لو دي كلها بيكسل واحدة فهو عدى، مشي سترايد أو مشي خطوة ما بين كل بيكسل، ما بين كل مرحلة والتانية الخطوة دي، بعدين هيمشي كده، بعدين هيمشي كده، بعدين هيمشي كده، وإيه وهكذا لغاية لما يوصل مثلا للآخر خالص، إنه بينزل يبقى تحت كده. بيقول لك إن خد بالك إن إن جنرال سلايدنج ويندو دايما الويندو بتكون عبارة عن سكوير، سكوير أو يعني مش دايرة يعني، سكوير أو ريكتانجل، بس هو إن جنرال بتبقى سكوير، بس ممكن تبقى ريكتانجل يعني عادي. فبتعدي على الصورة بالمنظر ده كده، وبعدين كده، وبعدين بتمشيها على كل انت مثلا بادئ من هنا، انا ممكن اكتب، ممكن ارسم، تبدأ مثلا من هنا، وبعدين البداية دي بتبقى هنا يعني، خلاص مش هياخد الحتة دي، هيبدأ يعمل الصورة تمام. المفروض مثلا لو هو طبعا هو مش ظاهر لك في الرسمه اللي قدامك دي كل الفيزز، فلو فرضنا مثلا خلي دي نزلها تحت كده، لو لو هنكمل هتلاقي ان هو مثلا زي ما ساب المسافه دي كده في الستيب الاولانيه، فاحنا خلينا نسيب قدها، وكمان مره، وبعدين هيبدا ايه الويندو بتاعته تبقى كده. هتفهم حاجة؟ يعني أتمنى طبعا يكتب يرسم بس. أوكي؟ فلو لو الصورة اللي قدامي دي بتعبر عن كل البوسيبل باوندنج بوكسز اللي ممكن تبقى موجودة، هلاقي إن دي كانت أول واحدة، دي تاني واحدة، دي تالت واحدة، وهكذا بقى. يبدأ بقى إن هو ينزل تحت شوية زي كده، وبعدين يشفت نفسه وهكذا. دي سامبل من البوكسز اللي ممكن تبقى موجوده، ولكن هو بيمشي بشكل سيكوينشال يعني، بيمشي اول رو ده او اول ويندو ده من فوق كده، ويكمل ويكمل لغايه لما يوصل للاخر، بعدين يبدا ينزل تحت شويه، وبعدين يمشي برضو الثلاث مراحل اللي بيعملهم، وبعدين وهكذا. طيب دي السلايدنج ويندو، ونفرض يعني ان حاجه زي كده المفروض يعني هو يطلع ايه؟ انا بس امسح كده، هيطلع ايه يعني؟ انا داخل لي صوره ومشيت عليها باوندنج بوكس، هيطلع لي ايه؟ بيطلع لي، يقول لي مثلا ان الصوره اللي هي فيها بنت دي، هيطلع لي حاجه زي كده، فيكتور زي كده، والحاجه اللي ما فيهاش اوبجكت دي وطلع فيها، هيطلع لي الفيكتور ده، والاوبجكت ده اللي فيه بنت باحتمال مش عارفه قد ايه، يطلعها ايه كده. طبعا المفروض ده هيطلع لو في او ما فيش، ماشي. هو ثلاثه بوكسز، وبالتالي يبقى ثلاثه فيكتورز. فالفيكتور الاولاني اللي هو بتاع البنت ده هيطلع لي واحد، يعني واحد دي بنسبة 100% يعني، ان اللي موجود هنا بيرسون، ودي الدايمنشنز بتاع الاوبجكت اللي هو مثلا بدايتها هنا عن 3 من 10، والاكس والواي 3 من 10، والويدث 6 من 10، والهايت 9 من 10 مثلا. البوكس ده عشان ما فيهوش اوبجكت وطلع بالغلط، فقال لك زيرو، فلما يبقى زيرو فانا ممكن احط البارامترز عادي بتاع الاوبجكت الريكتانجل بدايتها وطول العرض بتاعها عادي، بس الفكره ان انا هاجي هنا في المعلومات بتاعت انت انهي كلاس 100% ايه، هتلاقي ان انا هحط اكس واكس واكس، او علامه استفهام علامه استفهام، يعني احط معلومه انا اصلا ما طلعش هو كلاس ايه، انا طلعت بس كده. فالمعلومه دي مفيده قوي، انها تقول لي ان انا ما لقيتش اوبجكت، او لقيت اوبجكت بس مش عارفه اطلع له هو تبع انهي كلاس يعني. فتاني المعلومه اللي بتطلع لكل باوندنج بوكس بيطلع لي فيكتور زي كده، في معلومه البي سي او البروبابيلتي، ومعلومه الباوندنج بوكس، ومعلومه تبع انهي كلاس، اللي هو ايه قلنا الاوبجكت ديكشن، طلع ثلاث معلومات، البروبابيلتي والباوندنج بوكس والكلاس. بقول انا عندي كلاس 1 2 3، بحط واحد قصاد الكلاس اللي انا تبعه، بحط زيرو قصاد التو كلاسز التانيين. باوندنج بوكس عندي اربع معلومات، الاكس والواي والويدث والهاي، والمعلومه الاولانيه اللي هي البروبابيلتي بحط ايه؟ واحد 7% زيرو كذا، 7% ده بروبابيلتي عاديه، واحد دي يعني 100%، زيرو يعني انا مش عارف احدد ايه الاوبجكت اللي موجود. خلاص؟ طيب لو جينا هنا مثلا هتلاقي ان دي 7 من 10، انهي بده؟ ده 7 من 10 بيرسون، يعني كأن في هنا 7 من 10 في بيرسون جوه المربع ده، 7% يعني
او 70% من المربع ده فيه بيرسون جواه، و70% من البيرسون موجود جوه الجدول. المهم دي الباوندنج بوكس ودي ان ايه واحد، بيسمى ده بي سي وده بي اكس بي واي بي دبليو بي اتش، وهنا سي 1 سي 2 سي 3. طيب ده الايه ال وسي 1 بيرسون وسي 2 كات وسي 3 بوك. ده الناتج السلايدنج ويندو، لما تيجي تطلع بتعمل سلايدنج ويندو كده وتبدا تحسب الثلاث حالات دول وتطلع يا اما صفر واكسات، يا اما واحد وحاجات او 2 من 10 وحاجات وهكذا. طلع البروبابيلتي ان الباوندنج بوكس ده دلوقتي في الفيز دي او في الستيب دي في اوبجكت ايه. طيب المشكله بقى ان ماذا لو كان انا دلوقتي دخلت الصوره دي على الالجوريزم وطلع لي ان هنا في زرافه وهنا في زرافه تانية. جيت انا الصوره دي بشكل ما عملت ايه، عملت لها شرينك كده او عملت ايه، غيرت الاسبكت ريشيو، يعني غيرت ال صغرتها، عملت لها ريسايزنج يعني. فاللي هيحصل ان انت الاماكن بتاع الباوندنج بوكس دي مش هتبقى ماتشد مع الاوبجكت، ولا هتبقى ماتشد مع الاوبجكت ده. فاللي هيحصل انت تبقى محتاج ايه؟ ان هيبقى هنا كده في مشكله، ان انا محتاجه اعدل الالجوريزم تاني على الصوره الجديده بالاسبكت ريشيو ده، وممكن اغير الدايمنشن بتاع دي. ممكن لما انا عملت لها سكيلينج كده فبقى الاوبجكت اللي هو مثلا السكوير ده كان مثلا، خلينا نقول الاوبجكت ده مثلا 5 في 10، لما حصل لها ريسايزنج بقت 4 في 9 مثلا ممكن يكفيها. فاللي بيحصل ايه بقى، ان انت في السلايدنج ويندو محتاج تجرب عدد لا نهائي من السلايدنج ويندو سايزز عشان تماتش كل البوسيبل كيسز، الاوبجكت الصغير والاوبجكت الكبير، الصوره نفسها ممكن تبقى اللي دخلت دلوقتي كبيره واللي دخلت بعد كده صغيره، محتاج تجرب بوكسز كتيره. وات شود بي ذا ويندو سايز، انهي احسن ويندو سايز؟ الحل انك بتراي ديفرنت سايز اتريتيفلي، بتجرب سايزز كتير، عدد كتير جدا من السايز او الويندو سايز. هتلاقي مثلا عندك حاجه زي كده، هتلاقي عندك حاجه زي كده، دي صوره، وممكن تعدي عليهم الباوندنج بوكس اللي هو لونه اللي هو رقم واحد ده. لو فرضنا مثلا الباوندنج بوكس اللي هو 3 ده حجمه متغير، 4 ده حجمه مختلف، مثلا 2 ده حجمه تقريبا نفس الطول بس الحجم الوسع ده مختلف اللي هو الويتس يعني. فانت محتاج تسكان مالتيبل تايمز حوالين الصوره. يعني ايه؟ يعني انا همسك الويندو دي اعديها على الصوره كذا مره، يمين لغايه الاخر، وبعدين انزل تاني لغايه الاخر، وتحت لغايه الاخر، وبعدين ابدا امسك الويندو اللي هي رقم 2 واعدي على الصوره من الاول للاخر، الاول للاخر لغايه الاخر، وبعدين امسك الويندو رقم 3 وهكذا. فانا بسكان مالتيبل تايمز. يعني خد بالك ان انت لو شغلت ويندو واحده انت بتحتاج وقت، ما بالك لو احتجت عدد لا نهائي من الويندو سايز، تحتاج ضعف الوقت او الوقت ده بتضاعفه اكتر بعدد النمبر اوف ايه الويندو سايز. طيب حاجه تانية، ان انت لازم اختار احسن سترايد بارامتر. يعني ايه احسن سترايد؟ يعني انا لو كنت بادئه الصوره بتاعتي دي بادئه مثلا بحيث ان الاحمر ده هو الويندو بتاعتي، فانا الخطوه الجايه هتبقى ايه، ان انا مثلا هبدا عند الاخضر. ماشي، خليني هنا مثلا عادي، تمام. الخطوه اللي بعدها هبدا عند الاصفر، عايزه بس اكمل كده، انا بس ايه بخرج بره عشان يبان ان انا ايه فين الاصفر. فاللي حاصل ان انت لو ما اخترتش استرايد صح، ممكن الجزء اللي انت عملت له سكيب ده يبقى كان فيه اوبجكت وانت مش واخد بالك، فاهمني؟ او ممكن مثلا لو الدنيا دي مش واضحه، ان انت ممكن يبقى عندك ويندو بالمنظر ده والاستراب بتاعتك انت بدأت هنا والتانية هتبقى هنا، هتبقى واضحه بس مش طبعا يكتب التانية هتبقى هنا، ان انت هتقول ان الاسترايب بتاعتي لو فرضنا ده بياخد مثلا 3 بيكسلز، يعمل كده بس بسرعة 3 بيكسلز، وانت الاسترايب بتاعك
4 بيكسلز مثلا، فاللي هيحصل ايه؟ ان انت دي هتبقى البداية، اول بداية تانية هتبقى هنا. هنا ليه؟ عشان انت عايز تعدي 4 بيكسلز ات وانس في المرحلة الواحدة، فهتاخد التلاتة بتاعك دول، وبعد كده لما تيجي تبدأ ويندو تانية هتبدأ من هنا. يبقى انت ايه؟ ممكن تكون عملت سكيب لحاجات زي كده. فبرضه فكرة الاسترايد دي برضه معلومة مهمة. على قد ما انت عايز الاسترايد تكون اصغر ما يمكن، على قد ما انت كل ما صغرتها كل ما ان انت تحسب حسابات كتيرة، اللي انت هتبقى يعني الصورة دي لو بدايتها هنا، الصورة بتاعتك دي لو بدايتها هنا، مش عارفة ليه كنترول زد. لو الصورة بتاعتك بدأ من هنا ونهايتها كده، اوكي، وانت عملت ويندو كده وعملت الاسترايد دي بأربعة، فجيت هنا وبعدين عملت ايه؟ عايز تبدأ بقى التانية، تبدأ كده وتخلص. فانت دلوقتي عملت في الرو واحد كام مرة؟ واحد اتنين تلاتة، صح؟ وتيجي مثلا هنا، خلينا نقول واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، ماشي؟ 9 مرات مثلا في الصورة الواحدة. لكن لو عملت الاسترايد يبقى بيكسل واحدة، انت ممكن تعمل 5 6 في الرول الواحد. فاللي هيحصل ان انت كل ما قللت الاسترايد كل ما كان البريسيشن بتاعك او الاكيورسي او الدقه بتاعت الديتكشن بتاعك بيبقى كويس، ولكن انت محتاج تايم كتير عشان تعدي عدد الويندوز الكتيره اللي ممكن تطلع لما تقلل الاسترايد، فاهمني؟ فدي عيب تاني، او يعني مشكله تانيه في السلايدنج ويندو، ان انت عايزه الاكيورسي بتاعته كويسه، فمحتاج تجرب عدد كتير من الويندو سايزز، محتاج تجرب عدد كتير من الاسترايد عشان تحسن البرسيشن. وده طبعا بيخلي في الاخر ان انت عندك الوت اوف كومبيتيشن واوفرلود يعني. بالاضافه ان انت ممكن في الاخر الباوندنج بوكس ما يكونش اكيوريت قوي، يعني انت ممكن انت قلت انت عايز تجرب 10 باوندنج بوكسز مختلفه، او خلينا هنا نقول في الصوره بتاعتنا جربنا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، خلينا نقول 10، جربت 10، ال10 دول برضو ما كانوش مثلا مناسبين ان هم يعملوا ديتكشن لاوبجكت مثلا عامل زي كده في الصوره، اوبجكت مثلا عامل زي كده موجود هنا بايسكل مثلا، هتلاقي كل دول مثلا واقفين، كل الحاجات دي واقفين. طب هنا ده اوبجكت نايم اهو مستطيل كده، ده لسه ما خدتوش في الحسبان. فهتلاقي ان انت مهما يعني كترت النمبر اوف سلايدز ممكن برضو ما تبقاش اكيوريت، لان انت في اوبجكتس كل صوره بتختلف عن بعضها، ممكن الاوبجكت اللي انت بتدور عليه يبقى زي ما انا قلت كده عباره عن مستطيل انت ما فكرتش تحطه في الحسبان عندك، او باوندنج بوكس ما جربتش تعمله. فالباوندنج بوكس اللي انت هتطلعه ممكن ما يبقاش اكيوريت، لان هو مش هيشيل الاوبجكت كله، او مش هيهندل كل الكيسز. ال اسمها ايه، الالجوريزم اللي ممكن يعمل سلايدنج ويندو ممكن السي ان ان. انت بتدخل صوره و بالتريننج يعني بتقول له ان انا عندي باوندنج بوكس اهو، الباوندنج بوكس اللي باللون الاحمر، البكسل اللي في النص يعني بيشوف البكسل اللي في النص دي هي الكلاس بتاعها ايه، كاو مثلا، خلاص يبقى الباوندنج بوكس كله كاو. يجي هنا عند النقطة اللي في النص بتاع الباوندنج بوكس دي مثلا كاو، خلاص يبقى الباوندنج بوكس كله كاو. طب جيت أنا هنا النقطة اللي في النص كانت جراس، يبقى كل الدنيا دي جراس، ورينا طبعا إن هي في هنا كاو. السلايدنج ويندو دي طريقة تريفيال أو ستريت فورورد أو سهلة أو بدائية، ولكن ليها بعض العيوب، إن هي بتاخد وقت كتير، محتاج تجرب عدد لا نهائي من السلايدنج ويندو، محتاج تجرب عدد نهائي من السترايدز، الاكيورسي بتاعته ممكن ما تبقاش كويسه، لان انت مش هتعرف مهما حاولت تجرب مش هينفع تجرب طبعا عدد لنا عدد لنهايه، بنقول احنا هنجرب كتير فيبقى كومبيتيشن. طب انا الكتير ده عايز ازود عليه واحد، اللي هي بتاعت اللي هو الباوندنج بوكس اللي كان تحت ده، برضه هيبقى يبقى في الاخر الاكيورسي مش اكيوريت قوي، او الاكشن مش اكيوريت. ف very inefficient to not reusing shared features between overlapping batches. اللي حاصل ان انت برضو لما بتيجي تجرب باوندنج بوكس كده، بقول ان الاوبجكت ده ايه؟ مثلا جراس، جيت بعد كده خدت كده قلت ان الباوندنج بوكس ده اسمها ايه؟ كاو. طب انا دلوقتي ما اولا ما استفدتش من المعلومه اللي قبل كده، يعني انا دلوقتي لو ده كاو ودي يعني نجيبها ازاي؟ لو دي كاو، الحته دي كاو، والحته دي
انا طلعت انها جراس، المفروض اقول لا ده كان في كاو قبلي فاحتمال تكون كاو، فاهمني؟ انا ما الشيرد فيتشرز مش موجوده عندي، ما بقدرش يعني اللي طلعته قبل كده ما بيفيدنيش في اللي بعد كده، كل باوندنج بوكس بيطلع ريزلت مستقل بذاته، فاهمني؟ فدي برضو فكره السلايدنج ويندو كانت نظره سريعه عليها، عشان بعد كده لو فكرنا ندخل في الالجوريزمز الثانيه يبقى احنا عرفنا يعني العيوب بتاع المشكله دي او الالجوريزم ده. في الفيديوز الجايه احنا هنحاول نفترض ان انت عملت سلايدنج ويندو او عملت اوبجكت ديتكشن الجوريزم، ونبدا نشوف الاول الاكيورسي ازاي اقدر احسب الاكيورسي بتاع الاوبجكت ديتكشن الجوريزم. يعني انا دلوقتي الاوبجكت الصوره دي في الاول وفي الاخر هي ليها جراوند تروث باوندنج بوكس. انت دلوقتي الالجوريزم لما دخلت طلع لي ان في باوندنج بوكس حوالين البنت دي، وطلع لي باوندنج بوكس حوالين الشخص ده وهكذا. طيب انا دلوقتي لو فرضنا ان كان الباوندنج بوكس اللي هو الجراوند تروث كان مثلا كده، مش بالظبط زي اللي هو طلعه، اوكي دقيق يعني. فانا عايز احسب قد ايه انت كباوندنج بوكس طلعته، قد ايه انت صح بالنسبه يعني واخد مني نسبه كتير قد ايه او قليل قد ايه. طبعا اصلا ممكن يبقى عندي باوندنج بوكس كده، ممكن يبقى عندي الجراوند تروس كده والتاني عامل زي كده، فاللي حاصل ان في نسبه انترسكشن حاصله. فدي الحته بس اللي هي بتميز الاكيورسي او بتبين الاكيورسي، يعني ازاي بحسب الاكيورسي بتاع الاوبجكت ديتكشن. ان انا ببدا اشوف الريجن بتاع الانترسكشن دي. طبعا انا بعد شويه اسمها حاجه انترسكشن اوفر يونيون، نبقى نشوفها بعدين. بس ان جنرال يعني التو سلايد التو ليكتشرز او ثري ليكتشرز الجايين هنحاول ان احنا نقول فيهم ازاي ممكن احسب الاكيورسي بتاعه الاوبجكت ديتكشن الجوريزم. بعدين نبقى نتكلم على الجوريزم الثاني، بان انت بتبقى معاك جراوند تروث، ده اسمه جراوند تروث باوندنج بوكس، ده جراوند تروث يعني باوندنج بوكس اللي هو اثناء الترينج او الصح، وده بعد الـ ده بنسميه باوندنج بوكس عادي. بعد التستنج بيطلع لي حاجه زي كده، اوكي. فانا محتاجه عايزه اعرف انا قريبه قد ايه من الجراوند تروث او بعيده، فبحسب حاجه اسمها انترسكشن اوفر يونيون، او بحسب الماب مثلا او هكذا، او بريسيشن او ريكول. فدي بس الحضرات الجايه عامله ازاي، وبعدين نبقى نتكلم على بعدهم، نبقى نتكلم عنها على كل الالجوريزم على حده ان شاء الله يعني. بس فدي كانت السلايدنج ويندو، واي هوب طبعا ان هي تبقى واضحه، وان هو سهل يعني ان شاء الله، وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني.